الله إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده الذي اصطفى ولكافة لقلك على صلاه والصلاة والسلام على من أخى إلى المهاجر والأنصار وعلى آله وعلى آله الأطهار والصحابة الأخيار وعلى التابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يا أيها الناس اتقوا الله حق التقوى وراقبه مراقبة من يعلم أنه تعالى يسمع ويرى واعلموا أن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم ومحدثاتها وكل بدعة ضلال وكل ضلالة في النار وقال تعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكون خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابذوا بلا لقاب بئس اسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم وفي صحيح ابن خزيمة ابن هبانة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال خطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس يوم الفتح فقال يا أيها الناس فإن الله تعالى قد أذهب عنكم عيبة الجاهلية وفخرنا يا أيها الناس رجلان مؤمن تقي كريم على الله وفاجر شقي حي على الله يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم وروى أحمد في مسنده عن أبي نضرة أنه قال حدثنا من شهد خطبة النبي صلى الله عليه وسلم بمنى وهو على بعير يقول يا أيها الناس إن ربكم واحدة وإن أباكم واحدة فلا لافت لعربي ولا عجمي ولا لأصفر ولا أحمر إلا بالتقوى خيركم إن الله يتقاكم وأخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا تناجسوا ولا بيع أهل على بيع بعد وكونوا عباد الله إخوانه المسلم أخو مسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره التقوى ها هنا التقوى ها هنا وأشار صلى الله عليه وسلم إلى صدري كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وأرضه بحسب أمر من الشر أن يحقر أخاه مسلم هذا وقد قال تعالى لقد خلقنا الإنسان والعلم ما توصف به نفس ونام أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما ينزل من قول إلا لدي رقيب عتيد وجاء شرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تهيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنه غطاءك فبصرت اليوم حديد ولقد علمت يا إنسان وكلنا ذلك للإنسان أن الناس يوم القيامة صنفان صنف مقرب مصال وآخر مبعد مهان صنف جمعت لهم الرغائب والآمال وجعلت لهم الأروائق والكلاب والإصبع والقصرى والهجار وصنفنا عيدت لهم السلام سلاسل والأغلال
وأراقب وصلان وضروب الأهوال والأنكال، ولم تدري من أي صنفين أنت ولا في أي فريقين كنت. وأخرج البخاري في صحيحه عن علي كرم الله وجهه ورفعه عنه قال: إن أخف ما أخاف عليكم اتباع الهوى وطول العمل، فأما الاتباع الهوى فيصد عن الحق، وأما طول العمل فينسى إلى الآخر، ألا فإن الدنيا قد ارتهت مدبرة، وإن الآخر قد ارتهت مقبلة، ولكل واحد منهما بنو، فيكون من أبناء الآخرة ولا يكون من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. أقول قولي هذا فأستغفر الله من كل ذنب، فأستغفر الله وهو الغفور الرحيم. الرحيمين الحمد لله.